اخبار اليوم. احمد عبد الله بنرحب بحضرتك في بوابه اخبار اليوم، وبنبارك لحضرتك على نجاح بطوله كاس العالم للبليارد. من تنظيم اخبار اليوم، كنا عايزين نعرف انطباعك عنها ايه، وبعد نجاح اللاعب فريدريك البلجيكي تحب تقول؟ الحمد لله النهارده الغردقه شهدت يوم رياضي عالمي. يعني في الصباح الباكر في ختام بطوله الجمهوريه الروسيه اشترك فيها 250 فارس، وبعدها بطوله المانيا للكره الشاطئيه في سوما بي اشترك فيها 8 فرق من الرجال و8 فرق من السيدات من المانيا، ومسك الختام كان بطوله العالم للبليارد اللي يعني بتنظمها مؤسسه اخبار اليوم للعام 13 على الدول. لا طبعا يعني شيء يسعدني ان احنا لدينا مفهوم ان الرياضه هي القوه الناعمه لتنشيط السياحه. هذه البطوله اللي اختتمناها ووزعنا الجوائز بتاعتها مشترك فيها 22 دوله، فتخيلوا 22 دوله بتتابع هذه البطوله، هي بتصب فعلا في تنشيط السياحه لانها بتعطي الصوره الحقيقيه لمصر ولمحافظة البحر الأحمر وجمال المنتجعات وجمال الجو في هذا الشهر من العام، وأيضا الحالة الأمنية المتواجدة، وأكيد دي بتساعد في تغيير الصورة الذهنية للمواطن الأوروبي اللي وسائل الإعلام الأجنبية يعني عملاله حالة من الخوف. فكل البطولات دي بتصب في انها بتعطي رساله اطمئنان للسائح الاوروبي، بتقول له لا احجز وتعالى علشان تستمتع بالغردقه ومنتجعاتها السياحيه. نقدر نقول ان النجاح والنشاط المكثف دوت اسمر عن ايه من اشغال سياحي في احنا الفنان. بنقول الاتي، البطوله دي احنا لما بنعمل البطوله بنبقى مستهدفين انها مستقبلا. البطولة مش في نفس اليوم هتجيب السياح، ولكن احنا بنقول كم البطولات. انا بقول لك النهاردة كان ختام 3 بطولات، دي بتدينا يعني او بتدي للعالم الخارجي الرسالة وبتغير الصورة الذهنية. ان شاء الله يبدأ التدفق بقى في الحجوزات خلال الفترة القادمة بعد ما العالم كله بيشوف هذه البطولات اللي بتجرى على ارض مدينة الغردقة ومحافظة.